ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم. آيات نيرات من سورة القلم نهى فيها المولى تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم عن طاعة كل حلاف مهين. وحلاف صيغة مبالغة من حالف، وهو كثير الحلف بالله باطلا. اختلف المفسرون في من نزلت فيه الآيات. قيل الوليد بن المغيرة بعد أن أعجب بالقرآن وشهد بأن له حلاوة استسلم لقومه وافترى على النبي صلى الله عليه وسلم بما ليس فيه، فأشار عليهم بأن يقولوا إن محمدا ساحر والقرآن أساطير الأولين. وقيل إنه الأخنس بن شريق جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأظهر إسلامه قائلا الله يعلم أني صادق، ثم مر بقوم مسلمين فحرق لهم زرعا وقتل حمرا. وكلا المشركين خاصم النبي صلى الله عليه وسلم ولج في التأليب عليه صلى الله عليه وسلم والسخرية منه وتكذيبه، فوصف الله تعالى الحلاف المهين بذميم الصفات هماز يهمز الناس ويعيبهم بالقول والإشارة في حضورهم وغيبتهم، مشاء بنميم يمشي بين الناس بما يفسد قلوبهم ويقطع صلاتهم ويذهب بمودتهم، مناع للخير معتد أثيم يمنع الخير عن نفسه وعن غيره ويرتكب المعاصي، عتل بعد ذلك زنيم غليظ جاف فظ لئيم ظالم للناس في الدماء والأموال والأعراض، فاحذروا كل حلاف مهين.